حرسة النحل مفيدة جدا للإنسان، وهي بتقوي المناعة، وبيستخدموها دلوقتي بره وفي الصين بدل الإبر الصينية، وفي مصر عندنا دلوقتي في عيادات للقرص بالنحل لعلاج الروماتيزم وعلاج الغضروف والكبد اللي هو الفيروس الكبدي، بيقلل لأنه بيقوي المناعة. النحلة ملهاش القرص بتاعها مفيد جدا، وعكس الناس اللي بيقولون النحل العسل، النحلة القرصة بتاعتها بتموت. هي بس تموت مين؟ اللي عنده حساسية للنحل، عنده حساسية للقرص أو أكتر من 150 قرصة، لأنها بتعمل هبوط في الدورة الدموية. فوائد العسل كتيرة كتيرة جدا لا تحصى. وما ربنا يقول حاجة يذكرها في القرآن يبقى هي عظيمة لكل الناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يعني العسل فيه ألوان كتير قوي، فيه الأبيض الشفاف، وفيه الفضي، وفيه البرونزي، وفيه الذهبي، وفيه الأصفر، وفوائده كتيرة لكل الناس، يعني لكل الأمراض، قرحة المعدة، الإسهال، البواسير، العين لما تكون حمراء وتعبانة تنقط نقطتين في العين، نقطة في العين، حلو للذاكرة، بيرفع القوة البدنية والمناعة. هو صعب، ما بيبانش غير في مصانع التحليل، في أجهزة للتحليل، إنما لست البيت عشان تعرفه بتجيب نقطة عسل وتحطها في طبق صيني أو إزاز، وتحط عليها قدها كمية مية أو أكتر، وتقعد ترجها شوية كده شمال ويمين شمال ويمين، تلاقي إن نقطة العسل أصبحت مسدسة عاملة زي الشمع، عيون سداسية. ده نحل، ده عسل صافي. والعسل اللي خدتيه، لو خدتيه وقعد معاك في الشتاء وتجمد، فعرف ان ده عسل طبيعي، والعسل الطبيعي يتجمد في الشتاء. اسعاره بتتراوح من 50 وانت طالع، يعني في 70، في 100، في 200، في 1000، على حسب النوع، واغلاهم السدر.